السلام عليكم. أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة شادلي، مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا صفحتين 171 و 172 من كتاب بو كومونيكا اون فرونسي المستوى الرابع ابتدائي. درسنا اليوم هو اكتيفيتي اورال، أنشطة شفوية. راكونتي ان فواياج، انك تحكي على السفر ديالك، تعلم عبارات وجمل اللي تقدر بها انك تعبر وتحكي على السفر ديالك. هاد الوضعيه اللي عطاونا اللي مقترحه علينا هي وضعيه في المطار، الايروبور، في المطار. هذا مطار في السنغال. لافيون فيان داتيرير، من تسمع فيان دو كيكو شوز يعني يلاه دار ديك الحاجه، الطائره يلاه نزلت في المطار. فيان داتيرير الايروبور دو داكار، الايروبور دو داكار. داكار سي لا كابيتال دو سينيغال. احمد، هذا الطفل احمد، ان غارسون ماروكان، هو طفل مغربي. دو سيزون، عنده 16 سنه. سو بريزونت، يتقدم ولا يقدم نفسه. ديفون اون بوليسيير، امام شرطيه سينيغاليه سينيغاليز. اون بوليسيير سينيغاليز pour علاش كيقدم راسو قدام هاد الشرطيه السنغاليه؟ pour le contrôle des passeports، من اجل مراقبه جواز السفر. واضح، وكيطبعوه بان دخلتي في النهار الفلاني لدوله اخرى. واضح، avant l'écoute، يعني قبل القراءه ديال الاستماع للديالوج. هنا يقول لك je lis le texte، قرينا هذا النص هذا اللي قرينا الفوق. J'observe l'image et je réponds aux questions. نعاودو نقراوه ولاحظوا جيدا الصوره باش نجاوبوا على الاسئله. À l'aéroport. L'avion vient d'atterrir à l'aéroport de Dakar. Ahmed, un garçon marocain de 16 ans, se présente devant une policière sénégalaise pour le contrôle des passeports. On observe l'image. C'est Ahmed, c'est la policière. Ce sont des gens, des touristes ou bien des voyageurs. Avant l'écoute, où sommes-nous ? Où sommes-nous ? Nous sommes à l'aéroport. Nous sommes à l'aéroport. Comment s'appelle le jeune garçon ? Il s'appelle Ahmed. اسمه أحمد. Dans quelle ville se trouve-t-il ? في أين مدينة يتواجد هذا أحمد؟ في أين مدينة راه كيتواجد؟ هتقول له إنها مدينة داكار، عاصمة السنغال. Il se trouve dans l'aéroport de Dakar. هو يتواجد في مطار داكار، العاصمة، la capitale du Sénégal. هنا à qui parle-t-il؟ مام كيهضر، لاحظوا معايا، مام كيهضر؟ راه كيهضر مع شي بنت. شنو هي هاد البنت هادي؟ شنو خدمتها؟ Il parle à une policière. Il parle à une policière. Pourquoi à ton avis؟ علاه من كيهضروا في رأيك؟ علاه من يقدروا يهضروا؟ شنو تقول له؟ انك مازال ما سمعتيش لو ديالوج، شنو تقول له؟ peut-être elle lui souhaite le bienvenu en Sénégal. ربما، peut-être، لانك مازال ما سمعتيش. elle lui souhaite، يعني ديك البنت لا بوليسيير تتمنى له. lui souhaite le bienvenu، يعني القدوم، يعني كتقول له مرحبا بك. le souhaite le bienvenu، يعني كترحب بشي، تقول له مرحبا بك في بلادنا en Sénégal. واضح؟ حنا نشوفوا الديالوج ونعرفوا على من كانوا كيهضروا، هاد لا بوليسيير وهاد لو جون غارسون. واضح، نشوفوا الديالوج لا بوليسيير شنو قالت؟ لا بوليسيير ديك الشرطيه شنو قالت له؟ بونجور، طون باسبور مون غارسون، يوم سعيد، جواز السفر ديالك يا صغيري. مثلا مون غارسون، صغيري، عطيني جواز السفر ديالك. أحمد قال لها le voilà madame،
قال ها هو سيدتي لا بوليسيا شنو قالت له tu voyais seul واش مسافر بوحدك حيت شفتو مازال صغير قلت له واش مسافر غير بوحدك احمد شنو قالها قال لها وي مدام نعم سيدتي je viens passer une semaine انا جاي ندوز باسي une semaine اسبوع chez mon ami ابراهيم عند صديق ديالي ابراهيم il m'attend à la sortie راه كيتسناني على برا في الخرجه ديال ديال الايروبور لا بوليسيه قالت له je sais عارفه كيتسناك je sais que tu vas te promener au centre ville قالت له انا عارفه بانك غادي تمشي تسارى في يعني سونتر فيل يعني وسط المدينه يعني اغلب السياح كيجي كيبغي يمشي يشوف يعني يشوف وسط المدينه يشوف عمارات يشوف بلايص مزيانين دي ريستورون مزيانين ولكن هي تقترح عليه واحد الاقتراح اخر غتقول له نوريك واحد البلاصه اللي خصك تمشي ليها ننصحك بها مي نوبلي با ولكن ما تنساش جيتي عندنا مثلا داكار ما تنساش نوبلي با دالي سور ليل دو غوري ما تنساش تمشي لجزيره غوري جزيره غوري قالت لها فيه ما يتشافش شي حاجه زوينه عندك تنسى ما تمشي لهاش حنا عارفكم بان لي توريست كتجيو كتبقاو تسناو غير وسط المدينه ولكن من الافضل انك تمشي تشوف هاد ليل دو غوري شنو قالها احمد قال لها ميرسي مدام اي بون جورني شكرا سيدتي ويوم سعيد واضح نعاودو نقراو النص كلمه بكلمه باش يسهل عليكم الحفظ ديالو من جيو تحفظوه ما تحفظوش هاد الاول اللي كاين لا بوليسيير احمد هذا غير كيبين لك شنو شكون اللي كيهضر داك الدور شكون اللي كيقول ديك الفقره هنا بونجور طون باسبور مون غارسون لو فوالا مدام tu voyages seul oui madame je viens passer une semaine chez mon ami Ibrahim il m'attend à la sortie Je sais que tu vas te promener au centre-ville, mais n'oublie pas d'aller sur l'île de Gorée. Merci, madame, et bonne journée. Oui. Je répète. Bonjour. Ton passeport, mon garçon. Le voilà, madame. Tu voyais seul? Oui, madame. Je viens passer une semaine chez mon ami Ibrahima. Il m'attend à la sortie. Je sais que tu vas te promener au centre-ville, mais n'oublie pas d'aller sur l'île de Gorée. Merci madame et bonne journée. واضح نشوفوا الاسئله ديال الفهم عندنا pendant l'écoute يعني خلال قراءه الديالوج je manipule et je réfléchis اتحكم وافكر j'écoute le dialogue استمعنا له que demande la policière à Ahmed شنو طلبت الشرطيه من احمد نقولوا elle lui demande son passeport Elle lui demande son passeport. طلبت منه يجبد جواز السفر ديالو. هنا chez qui Ahmed va-t-il passer une semaine? عند من أحمد غادي يدوز أسبوع. Chez qui Ahmed va-t-il passer une semaine? أتقول chez son ami إبراهيم. يدوزو عند صديقه إبراهيم. سؤال موالي. Que conseille la policière à Ahmed? شنو نصحت؟ الشرطية أحمد بماذا نصحت؟ أتقول elle lui conseille نصحته de visiter أنه يزور l'île de Gorée أنه يزور جزيرة غوري
واضح. ننظر الان صفحه 172 عندنا اكتيفيتي اورال سويت الانشطه الشفويه يعني التتمه جو ريتيان يعني الخلاصه. داكار اي لا كابيتال دو سينيغال. داكار اي لا كابيتال دو سينيغال. داكار هي عاصمه السنغال. بحال كتقول رباط اي لا كابيتال دو ماروك. Paris est la capitale du France. Madrid est la capitale d'Espagne, etc. L'avion atterrit. Le verbe atterrir. الطائرة حطت. حطت يعني نزلت في المطار. Il se pose sur le sol. يعني حطت في الأرض. فوق الأرض. هنا la policière contrôle les passeports. La policière, الشرطية تراقب. جوازات السفر لي باسبور. هنا شنو كتراقب الباسبور؟ زعما واش عنده حق يسافر، واش عنده الباسبور، ما واش ما عندوش شي مشكل، واش ما عندوش ما دار شي مشكل مطلوب العداله، واش هنا كيراقبوا واش قانوني انه يدخل ويخرج. هنا لو دواني. الدواني هو الناس ديال الجمارك، هما اللي كيقلبوا فيريفي لي باجاج، واش مخرج معاه الممنوعات، شي حاجه ممنوعه مثلا مخدرات، مثلا العمله، مثلا اثار، يعني مثلا دوك اللي كيخرجوا التماثيل ولا كيخرجوا شي حاجه ممنوعه او كيدخلوا، فهمت؟ هنا الديوانه كتقلب، ولا مثلا غير السلعه اللي ما مخلصش عليها الديوانه راه ما تدخلش، فهمت؟ اذا هنا البوليس كيشوفوا واش قانوني ان داك الشخص يدخل لديك البلاد ولا ماشي قانوني. مثلا لان ما كاينش غير الباسبور يكون مقاد، كاين حتى الفيزا. مثلا كاينه دول اللي كتطلب التاشيره، فوق الباسبور خص تكون عندك التاشيره، يعني خصك تكون مشيتي للسفاره ولا القنصليه ديالها باش طلبتي ديك التاشيره، ماشي غير يكون عندك باسبور وعندك فلوس ديال البيي عاد تسافر، لا خصها تعطيك التاشيره ديال الدخول لبلادها. كاينه دول اللي مزيره شويه الشغل، داكشي علاش كيطلبوا التاشيره. اذا هنا هضرنا هالبوليس كيراقب ديك الامر، والديوانه كتراقب شنو السلعه اللي عندك، شنو الباجاج اللي هزو انت، واش ممنوع، واش فيه ممنوعات واش ما فيهش. اذا باش تفهموا الشرطه شنو كدير والجمارك شنو كيديروا، شنو خدمتهم. ندوزو جو مونطران. جيكوت لو ديالوغ، سمعناه اكثر من مره. جو لو ميموريز. هنا شنو ميموريزي؟ يعني دخلوا لا ميموار. لا ميموار هي دخلوا لعندك العقل، الذاكره، صافي ما تنساش تحفظوا، فهمت؟ جو لو ميموريز يعني كنقصدوا لو ديالوغ، ندخلوا الذاكره ديالي تحفظ، ماشي مقنط السبوره انا عند غاماتيزه، يعني عند متن داك لو ديالوغ وغادي كنقرا في الورقه، لا ما جاتش. اي جو لو جو افيك ان كاماراد، ونلعبوا. شنو هي نلعبوا؟ يعني نمثلوا، نوض ندير بحال هذا الشيء مسرحيه انا والزميل ديالي، يعني شنو هاد كيفاش دراماتيزي هاد لو ديالوغ، يعني كتنوض السبوره بحال راه انت واحد فيكم غيمثل شي بنت مثل لا بوليسيير، ولا لا كان ما كاينش بنت ولدي مثل لو بوليسيير، بحال راه تمدلو شي كارني ولا هذاك باش يبان بحال راه باسبور، ودير هو بحال كيطبع وبدا كيتناقش معاك، واضح؟ اذا هكا نخدموا الحوار، ولكن خصنا نكونوا حافظين. هنا ابخي ليكوت، بعد الاستماع لو ديالوغ. جي ديكري ا مون تور ان ليو توريستيك، ان بدوري ساصفو مكانا سياحيا، ان ليو توريستيك مكان سياحي. فيزيتي لي زارو احمد او سينيغال. لي زارو احمد، نتخيل انا شي مكان سياحي زارو احمد في السنغال، وهذا واحد المنظر بانوراميك، يعني من الفوق منظر بانورامي لي لايروبور دي داكار او سينيغال، لا مطار ديال داكار في السنغال. نقولوا شنو مثلا المكان يكون زارو، نقولوا او سينيغال، في السنغال. احمد فيزيتي، احمد زار فيزيتي او سينيغال، في السنغال. لو لاك روز، البحيره الورديه. هاد البحيره عندهم ورديه بسبب فيها شي معادن كتعطي داك اللون الوردي للماء. سي تان ليو توريستيك، هو واحد المكان سياحي. سيتوي يعني يقع 30 كيلومتر، يقع 30 كيلومتر او نور است، يعني في الشمال الشرقي de la capitale Dakar، يعني من عاصمة السنغال داكار. داكار كي توجد هو بعيد عليها 30 كيلومتر في الجهة ديال الشمال الشرقي. هنا لا تانت صباغة دو لاك اي روزي، صباغة ديال ديك البحيرة وردية.
Non, les couleurs évoluent. يعني الألوان كتغير selon les rayons du soleil. على حساب الأشعة ديال الشمس. كتولي وردية غامقة شوية فاتحة شوية كتميل للأحمر. واضح؟ إذن هذا مكان من الأماكن اللي ممكن يزورها أحمد في السنغال وقريبا لدكار المطار اللي نزل فيه. وهكا كملنا التمارين ديال الصفحتين 171 و 172 إلى اللقاء.